جبت لك يا اختي الوصفه اللي غادي تهنيك من الكلف، سواء يكون قديم سواء يكون جديد سواء يكون ديال الحماله. هاد الوصفه غتهنيك منه الكلف، النمش، التصبغات، وغتبيض لك الوجه ديالك وترجع لك هكا كيشعل، ترجع لك البشره ديالك بيضه وصافيه وما فيها حتى شي كلف ولا نمش، ما فيها لا تصبغات لا حتى شي حاجه. وصفه اكثر من رائعه، انا متاكده غادي تجربيها ما غتبقايش تستغني عليها، حيت الفوائد ديالها والنتائج ديالها من اول ستيب. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله عمركم كامله يكونوا على خير وبخير. غبرت عليكم وجيت وما جيتش بيدي يا خاوين، جبت لكم الجديد وصفه رائعه لازاله الكلف، النمش، ازاله التصبغات، وكذلك كتبيض لكم الوجه. غنضربوا عصفورين بحجره واحده، تبعوا معايا الفيديو للاخير. غندوزوا نشوفوا المكونات اللي في المتناول ديالكم كيف ما العاده، ساهلين ماهلين، حيدوا عليا غير العكاز، تموتيفاو معايا واحد شويه، توقضوا معايا واحد شويه. غادي نعتنيو بالبشره ديالنا وغادي نتهناو من جميع المشاكل اللي كنعانيو منها. هاد المكونات حبيبتي غنحتاجو اول مكون اللي هو العرعر. البنات العرعر مكون غزال بزاف بزاف في تبييض البشره، كيعطيها النضاره وكيعطيها الحيويه، ومكون اللي رائع بزاف بزاف، عنده دور مهم واساسي فانه يرجع لكم الحيويه والنشاط للبشره ديالكم. المكون غادي نحتاجو البيض. البنات من الاحسن يكون البيض بلدي، حاولوا انكم تقلبوا على البيض بلدي حيت المزايا ديالو احسن وافضل مليون مره من البيض العادي. غنستعملوا بيضه بلديه كيف ما كتشوفوا، غنيه بالبروتين. ثالث مكون واخر مكون اللي هو البنات نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان لتجديد الخلايا ديال البشره اختي، وترجع عندنا البشره ديالنا غزاله وكتلمع. هاد المكون رائع بزاف بزاف. البنات اللي غادي يقولوا لي واش ممكن نستعملوا قهوه معطره، لا، في هاد الوصفه المكونات اللي وريتكم هما بالضبط اللي غادي تستعملوهم باش تنجح معكم الوصفه. وصفه راه رائعه، الا تبعتوها وداومتوا عليها راه غادي تشوفوا نتائج اللي غزاله. واحسن حاجه كيف كنقول لكم دائما ان الوصفات اللي كنقدم لكم وخصوصا هاد الوصفه كتعطيكم نتائج من اول استعمال، غادي تجربيها ما غتندميش عليها وغداومي عليها وتعاوديها اختي وتفكري. شفتوا معايا المكونات؟ غندوزوا لاهم مرحله في الوصفه، هي طريقه تحضير الماسك ديالنا. قبل ما ندوزوا نحضروا الماسك الروعه ديالنا ديال اليوم، ما تنساوش انكم ديروا لي لايك. دابا بغيتكم تخبطوا لي لايك ديالكم. اللي مازال ما شاركش في القناه مرحبا بكم، الف مرحبا. جايين فيديوهات ان شاء الله يا ربي غتستافدوا منهم اكثر واكثر. يلا ندوزوا باش نشوفوا طريقه التحضير، هانتوما معايا. ديالي بعد ما قدينا الوصفه حضرناها كيف شفتوا الطريقه سهله مهله غير الى عكستي المعجزات. دابا اول حاجه غادي ندير غادي نقي الوجه ديالي مزيان مزيان من فوندوتان من بزاف ديال الحاجات، وعاد من بعد غادي نطبق الماسك وغتشوفوا معايا النتائج اللي روعه وغتشجعوا تنوضوا ديروا الماسك. دابا بغيتكم تنوضوا ديروا الماسك وتشاهدوا معايا وتشوفوا النتائج اللي انا غادي نشوفهم. يلا نشوفوا معايا.
هاد الماكبيدات ديالي قديت الماسك على وجهي وخليته حتى نشف، عرفت راه كيجبد لكم الوجه، ما تقدروش تهضروا نهائيا، ومن الاحسن في هاد المرحله ما تهضروش نهائيا باش الوجه ياخذ الشكل ديالو. المهم غادي نبدا دابا نبرم مزيان مزيان. حاولوا البنات انكم تبرموا مزيان مزيان وتانسيستيو على البلايص اللي يكون فيهم الكلف او البقع الداكنه. هانتوما البنات غادي نبدا. الوصفه من على وجهي كيفما كتشوفوا، عرفت واحد الرطوبه راه ما نقولش لكم نعومه غزاله بزاف بزاف، كتحسوا باللي الخلايا ديال البشره ديالكم راه ما تجددوا، كتحسوا باللي البشره ديالكم بحال اللي نقيقيه ديال بصح. المهم كنتمنى انكم تجربوه غزال بزاف بزاف البنات. الا كان عندكم الكلف اللي بزاف في الوجه ديالكم وعندكم البقع الداكنه بزاف، حاولوا انكم تداوموا عليه. البنات اللي غادي يقولوا لي فوقاش نستعملوا هذا الماسك، من الاحسن انكم تستعملوه جوج مرات في الاسبوع. الا كان عندكم غير كلف غير قليل وخفيف ممكن انكم تستعملوه مره واحده في الاسبوع، راه كافيه. ماسك يستحق التجربه، جربوه وردوا عليا في لي كومونتير. انا عارفه شنو عاطياكم وعارفه هذا الماسك الفوائد ديالو المزايا ديالو وعارفه الفعاليه ديالو، داكشي باش جربوه وانتم مطمئنين وانتم تايقين بالنتائج اللي هي غزاله بزاف بزاف. كنتمنى هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه وانكم تجربوا الوصفه. ما تنساوش الا كنتوا مازال ما درتوش اللايك شنو كتسناو، خليو ليا كومونتيرات اليوم زويونين وكلمات زويونين. خليتكم على خير، بالسلامه عليكم، مرحبا بالاقتراحات ديالكم، خليتكم على خير. مع البنات غادي نبدا.